يقول السائل: كيف نفهم آية النساء في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية؟ لأن في هذه الآية وعيدا شديدا حيث ورد لفظ الخلود، فكيف نرد على من استدل بها من الخوارج؟ العلماء أجمعوا على أنه لا يخلد في النار مثل خلود الكفار، وإنما يخلد خلودا مؤقتا، خلود مؤقت يعني طول مكث. ابن عباس رضي الله عنه لا يقول أنه يخلد في النار أبدا، هذا قول الخوارج، إنما يقول أنه لا بد من تعذيبه، لا بد من تعذيبه. غيره من أهل العلم يقولون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أما ابن عباس يقول لا، لا بد من تعذيبه، لكن لا يقول أنه يخلد في النار كما يخلد الكفار، هذا ما قاله أحد من أهل السنة. نعم.